السلام عليكم البنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ بخير هانيين، كلشي مزيان ان شاء الله. اليوم غنقدم معكم الفقاس بلا سكر، ونتمنى ان الاعجاب ديالكم. فيها كاس ديال الزيت، كاس ديال الليمون، كاس ديال الماء، خمارة حمراء، جوج بيضات، معلقة ديال حليب غبرة يعني معلقة كبيرة، شوية ديال الزنجلان ما محمر ما والو غير نقيتو، واحد الحفنة ديال اللوز مهرمشاها هي، كيلو الا ربع ديال الدقيق. بسم الله على بركة الله، غادي نبداو نكبو الدقيق. نزيد عليها اللوز ديالي اهو، الزنجلان، حليب الغبرة اللي قلنا، طبسات الملحة، كيجي زوين ما كيتشقق ما والو، خماره حمراء هي، وغادي نخلط هاد النواشف كاملين، نخلطو كامل النواشف. عاد غنزيد جوج بيضات، جوج بيضات اللي كانوا كبار، كانوا صغار تقدر تزيدي غير هذا، تقدر ديري ثلاثة، كانوا كبار تقدر ديري جوج. بسم الله، كاس ما عمرش ديال الزيت، هانتوما خلاص نجمع كلشي. كاس ديال الحليب، كاس ديال الليمون، هاهو الحليب، راني درت الحليب غبرة، نزيد كاس الليمون، الا جاني مازال جاري نقدر نزيد شويه ديال الدقيق، الا جا هو هذاك ما نحتاجش كاع الماء، حطيته غير سكر، كاس الماء حطاه غير سكر، الا كان الدقيق كيشرب نقدر نزيدو. انا الدقيق عندي زوين ما كيشربش، تكفيت غير بداك كاس ديال الليمون وكاس ديال الزيت وجوج بيضات صافي، غادي نغلط. هانتوما ها الفقاس ديالي تجمع صافي، راه ما تعركيه ما والو، غير غتجمعيه هكا بصبعك صافي، ها هو بعد ما جمعتو العجينة ديالي بعد ما تجمعات
ندير فيها حريبلات صافي وغنجمعهم. بعد ما جمعتهم درتهم كويرات، هانتوما خرجوا لي ربعة الكرات، وحدها جوج ثلاثة أربعة هما، غادي نديرهم حريبلات هاهم هانتوما كتشوفو حريبلات. ما كيتشقق ما والو، حتى فاش كتجمعو كويا حريبلات كيتشققش هانتوما. بعد ما حربلتهم خدت وحدة من هاي هما، الحريبلات ديالي بعد ما ساليتهم وقديتهم في الطاوة. هيا هانتوما غادي نجيب قهوة سريعة الذوبان مع شوية ديال الحليب، هي باش غندهنهم. هاهي هي باش غندهنهم مزيان. دهنهم كاملين مزيان. بعد ما دهنتهم كاملين نجيب واحد فرشيطة ندوزها عليهم، نجيب واحد فرشيطة ندوزها عليهم من الفوق هكا، ندير ثلاثة كل واحدة ندير فيها ثلاثة الخطوط هانتوما، كل واحدة فيهم فيها ثلاثة الخطوط. بنفس الفرشيطة نيت ندير واحد تقيبة هنا في الوسط هكا باش ما يتفرقاش هانتوما. هاهما وغندخلهم الفران بارد، الفران بارد والعافية كنا أقصى حتى الحد ديالو يطيبو على خاطرهم. بعد ما الفقس ديالي طابو نص طيبه هانتوما كتشوفوا هاهمايا، ما خداوش وقت بزاف، ما تشقو ما حتى حاجه، لحقاتش ديك القضيه ديال الفرشيطه اللي درت ليه هانتوما هي اللي خلاتو انه ما تفرقعش، بقى شاد الفورمه ديالو. فزقت هاد الفوطه فزقتها مزيان بالماء وغادي نديرها فوق منهم نغطيهم بها هانتوما، هيا غطيها بهم وغنزيد فوق منها ميكا، نزيد فوق منهم الميكا
وغنخليها واحد ساعتين ولا ليله كامله ولا على حسب انت شنو عندك. كنتي باغا تزربانه بهم تخليهم غير ساعتين، ما كنتي تزربانه بهم غير ديك الليله صافي. المهم انا غنخليهم غير واحد ساعتين بين ما بردوا وغنرجع معكم نقطعهم. بعد ما دازت ساعتين على القاص ديالي نتوما، حيدنا الميكا ونحيد هاد الفوطة حتى تفازقة. هانتوما ها هو الفقاص، غنبدا نقطع فيه اهو الطيب ديالو ورطب اهو. غنجيب واحد الموس يكون عنده سنينات هكا هو باش غادي نبدا نقطع. بسم الله على بركة الله. هانتوما هاهو ما كيتهرس ما كيتشق ما والو. بعد ما قطعتو هانتوما كتشوفو ما كيتفرتت ليا حتى شي حاجة، بقى هو شاد الفورمة ديالو. هانتوما هما فقيقزات بقاو شادين الفورمة ديالهم وبقى هو في ال ما كيتفرتت ما تقشر ما والو. هاد هما شوفوا فيهم وغنكمل ونرجع معكم. هادو الفقاص ديالي بعد ما وجدو، نتمنى ان الاعجاب ديالكم. هانتوما هما ناجحين 100% من الدقة الأولى ومكرملين. هانتوما كتشوفو نتمنى يعجبوكم ودعموني ودير لي اشتراك ودير لي بارطاج. وعيدكم مبارك سعيد وان شاء الله بالصحة والسلامة والهنا وباش ما تمنيتو ان شاء الله يا ربي.